السلام عليكم. هاني رجعت من الخرجه اللي خرجت انا والزوج ديالي، قلنا شي غراض وغادي نصيب. كيف وعدتكم قلت لكم غادي نصيب لكم واحد الاكله مغربيه تيبيك من ماروكان، وما دركني الوقت ما صيبتهاش، ولكن دابا العشيه غادي نصيبها وعندي الوقت الكافي باش نصيبها ونتكونسونطرا معاها. غادي لكم اليوم بون ليلا الرفيسه، هذا هو هي لا سيزون، الوقت بارد الخريف والشتاء كنبغوا هاد اللي كنحبوا بزاف، هاد الاكلات المغربيه اللي كتسخن الذات. وراه كاين البارح درت لكم لا غاتليت، ومن بعد غندير لكم لا فوندي. دابا غندير لكم الرفيسه، ماشي الرفيسه العمياء، لا الرفيسه اللي كتشوف، الرفيسه العمياء حتى هي كتجي لذيذه وهائله، وكنتمنى تكونوا ضايقينها والوالدين ديالكم فايت منهم صايبوها لكم. الرفيسه العمليه اللي كدار بالخبز يابس، الخبز يابس والعدس قطنيات والثوم، وكتجي هائله ولذيذه، كنت نديروها حتى بالقديد. لا هذه اللي غندير لكم رفيسه كتشوف الرفيسه اللي كنقدموا في جميع المناسبات، في الزياده لا تزاد شي وليد ولا بنيه، نهار 3 ايام من الاسبوع كيصايبوا النفيسه هاد الاكله الرائعه. اذا نقدم لكم دابا المقادير اللي غنحتاج. بون فوالا، غادي نحتاج الدجاج، انا ما درتش فروج كامل لان الفروج كامل وما درتوش بلدي عادي، ولكن من الاحسن الا بغيتو تسرعوها تجي زوينه بزاف ديروا البلدي نتوما رغبتكم. الدجاج عادي، انا اختاريت الفخوضه لانني الحاجه الوحيده اللي كنبغي في الدجاج هو الفخض. غنحتاجوا البصله، فوالا، غادي نحتاجوا الثوم راه حنا جوج دروسه مصناهم، وهاد الثوم غادي نلوحوه هكا قشور. غادي نحتاجوا جنجبير، الابزار، راس الحانوت، والخرقوم البلدي، الملح، الزعفران شعرة، السمن، معدنوس قزبر مربطين، واحد الضمه ديال البنه كيف ما كانت سواء الدجاج ولا اللحم، المهم ضمه البنه. بون غادي نحتاجو كذلك، انا درت العدس العادي اللي كنعرفو حنايا، درت ثلاثه انواع، درت هاد العدس وهاد العدس اللي اللون ديالو كحل والتركيبه ديالو كيجي مكور شي شويه ماشي بحال هذا بلا، والعدس الاخر احمر، وكل هما هاد ثلاثه الانواع ديال العدس غادي يطيبوا سيباريمون، كل واحد غيطيب بوحدو حقاش كل واحد كيهز الطياب ديالو. ايوا وغادي نحتاجوا القمح والفرص. الى من ناحيه العجينه، الى درتو رابعه ديال القمح غديروا نص كيلو ديال الفرص، ديما الفرص غالب على القمح. فوالا ندوز دابا نحضر الدجاج. هي الجميله اللي غنطيب فيها الدجاج. بون نشرملو نيت هنا هاد الحبتين، الزيت ما نديروش دابا، نديرو غير التوابل. فوالا سكنجبير، ها الابزار، راس حانوت، والخرقوم البلدية، الملح،
نالي راجلي ما كاينش هو اللي كيحل لي هادي باش سي با كومون يفو ما كاينش الزوج ديالي دونك غادي ندير الاخر هذا حقاش كيجيني ساهل الزعفران ومطحون غبره كيديروه بعد ولكن راه حر راه هما طاحنينو منشفينو طاحنينو دونك غادي ندير هذا اللي واجد الاخر راه ما قدرش نحلو فوالا غنديرو التوم التوم ديالنا البصلة غادي نطحنو وحيدة باش نشحروها مع الدجاج وحدة باش نشحروها مع الدجاج فوالا غادي ندير واحد شويه الماء ما نديروش الزيت فوالا غير الماء نرقدو فيه هاد الدجاج حتى يشرب لينا الاقامه فوالا نخلوه يترقد مزيان على الاقل 10 دقائق حتى يشرب لينا الطعمه وملي البون طيبو شويه غادي نزيدو الزيت ندوزو دابا نحضرو المسمن ديالنا كي قلنا كميه من دقيق واحد ونص كميه من القمح رقيق ثلاثه ربعة يعني إلا درنا ربعة من هاد القياس غنديرو جوج من القمح واحد جوج الملح صافي غير الملح والماء بون ندوزو دابا نصبو الدجاج ديالنا بسم الله Thank you.
فوالا دابا نرميو العدس ديالنا يطيب سيباريمون. يلا هاد العدس الاسود غنديرو هنا وهذا اللي احمر هنا ايلوط غنديرو هنايا وغيطيبو حتى من بعد نزيدهم شويه المرقه من اللي طيب الدجاج ونضيفو الزيت هذا ديالنا غنضيفو شويه تاع السمن غنديرو تاني تربيطه ديال المعدنوس والقزبر الوان شويه باش نبين هادشي. هاد الدجاج ديالنا شحر مع البقامه والزيت غادي نضيفو عليه البصله وشوية الماء هانا حلو دابا نديرو البرقوق ديالنا يطيب نسلق شوية للتزيين كذلك شوية ديال اللوز شوية ديال اللوز فوالا من بعد غادي نديرو الحلبة ديالنا تا هي نقيوها وردوها تسلق عاد من بعد نضيفو بهاد المكونات كلهم اللي سلقنا سيباريمون غنديرو معاهم لاصوص ديال الدجاج دابا غادا نضيفو هادوك دريسات تاع الثوم 4 دريسات تاع الثوم بجلوفهم 10 ديالهم وغادا نضيفو هذاك الكيف مكعب ها هي الحلبة نقيناها غادي نرموها بوحدها تسلق بوحدها هاد المكونات اللي سلقتهم بوحدهم كل واحد سلقته في كاسرولة غادي من بعد نزيد عندك عليهم لاصوص ديال اللي كان فيها الدجاج هاد البرقوق اللي ضبيناه يتسلق غنضيفو ليه شوية ديال السنيدة نخلو هذا كيطيب دغيا ما نخليهش يطيب بزاف فوالا اللوز ديالنا طاب سلق مزيان سألقى بروح جلال ديننا
نوجدو دابا ديكوراسيون ديالنا. انا ما عنديش داك ما شريتوش داك التمر الكبير عندنا هنايا كيتباع، ولكن نقدي باللي عندي في الدار. نزولو ليه العلفه، ونعمروه باللوز داك الماسبان.
ونبقاو حتى غادي نكملوا هاد التمرات اللي عندنا. ندوزو دابا نسقو الرفيسه ديالنا ونديكورها بهاد الديكوراسيون اللي وجد اللوز محمر، التمر والبرقوق، البرقوق راه معسل، التمر راه معمر بالماسفا، الفانيد، وهذا سوسون واحد اطون جو بو مونطري. فوالا هذا واحد لو بان اللي هويا ها هو رطب ومعسل من الداخل، فيه جميع لي زيبيس يعني جانجومبر كاع لي زيبيس بتي بان ايبيسي. راه المذاق ديالو هائل ورطب، كيجي رطب وزوين حتى هو غنديكورو بيه. هذه فكرة ديالي. نديرو هداك العدس ديالنا اللي كنا طيبنا من قبل، العدس الاخر كيف نذكرتكم درت 3 نويعات تاع العدس. مزيان الى بقى لينا شويه ديال اللول غنديروه في كاس سيز ليفا ونحطوه. نحاولوا نزرقوا بهذا الشيء اللي وجدنا، لا البراقي قاعسه هما دي فينيدات تا هما يا اكيد. كل واحد غادي يزوق على حسب الرغبة ديالو الذوق ديالو. فوالا فوالا واش غنديرو من بعد كي قلنا
هادو تا هما غنديرهم كنشكوني انا فيهم الاعشاب فيهم جميع لي زيبيس تا هما كيجيو زوينين في الديكوراسيون. وهنا غندير اللوز هذا القصريه تاعنا. ها هي وجدناها كيف كتشوفوا، ندخلها الفران درجه 50 مهيله غير باش تبقى شاده ليا سخونيه الوقت اللي غنحضر فيه الشاي. يا شيري ها هي القصريه ديالنا، ان شاء الله تعجبكم. ها الحلبه درتها سيباري بون، البيض غادي نديرو حتى هو ديكورو بالبيض. يلا سلقتو ايوا لا ها البيض لا تا هو ما عنديش السمن، البيض تاع السمان كتابي بحال هذا. فوالا البرد تاع تاي وجدناه حتى هويا، ها هو عمرتو درتو غير بالميكرو سي بون. علاش غيتي بيا هاد القصريه درتها بمناسبه زياد واحد البنيته عند ولد اختي سموها الغاليه. ها انت لالا الغاليه، حتى انا راني شاركتكم بفرحه. انا ان شاء الله تربى في عزك اختي كوثر. مرحبا بهاد البنيته عندنا. انا غنصلي على النبي صلاة وسلام على رسول الله إلى الشه إلى جه سيدنا محمد الله مع الشه العلي. خبك العص زغرط. يلا بون ابيتي شيغي. يلا بون ابيتي. ميرسي. هنا غناكل من قصرية. ساكن ما يامن ما نجل ما نجل احتياج Sevişen, sana da sana.
sevdiren, ben sevdim, çekinmem.